بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نبدأ الآن في تصميم النماذج أو الفورمز. زي ما احنا عارفين احنا عندنا تيبلز فيها بندخل فيها البيانات، وإذا كنا دخلنا البيانات بإيدينا قلنا دي عملية ما تنفعش للمستخدم. تعالوا نشوف ازاي مع بعض نعمل فورمز. هنبدأ نقول نيو، احنا عايزين ندخل فورم، عايزين نعمل فورم، نصمم فورم ندخل فيها المحافظات. فهنيجي نختار جوفرن انفو، هنا بيقول عايز ديزاين فيو ولا فورم ويزر ولا اوتو فورم كولنر ولا تيبلر ولا داتا شيت. نيجي نقول له فورم ويزر اوكي. ده مثلا اللي عايز تحط انهي فيلدز في تيبل، هنحطهم كلهم، ممكن نودي واحد واحد وممكن نحطهم كلهم. هنيجي نقول له نيكست. انهي شكل احنا عايزينه؟ عايزين الكورنر ولا تيبل ولا داتا شيت ولا جستيفايد؟ احنا عايزينه ايه؟ تيبلر مثلا. نيكست. الشكل احنا عايزينه، في بعض الاشكال للفورمز عايزينه ستاندر. اسم التيبل بتاعتنا هتبقى جوفرن انفو ماشي، وممكن نسميها جوفرن انفو فورم FRM عشان نميز بينها وبين التيبل، وممكن نسيبها عادي مفيش مشكلة. فينيش. الراجل فاتح لي قال لي رقم المحافظة الشرق، واحد الشرقية، اثنين القاهرة، ثلاثة اسكندرية، اربعة الدقهلية. ممكن اجي انزل تحت كده اكتب الاسماعيلية لان هو حط لي رقم خمسة عادي. طيب ممكن ندوس هنا على رمز المثلث ده، ده يديني الفيو اللي هو ديزاين، ده يديني ديزاين. دي الفورم بتاعتنا، في هنا اسم المحافظة وهنا الجوفرن اي دي. ممكن واحد يقول ان احنا لما ندوس هنا ناخد بالنا هنا في ايه، في الديزاين وفي الفورم فيو في داتا شيت فيو. هنشوف كده الفورم فيو، عايزين رقم المحافظة دي بخط صغير شوية. ممكن احنا نرجع للديزاين فيو ونشاور عليهم ونقول ان هما بولد ونوسطنهم. مثلا نشوف تاني كده في الفيو، بقى رقم المحافظه كبير. طيب ممكن كمان احنا نيجي هنا على ده ونوسطن، نيجي هنا ونوسطن ده، نلاحظ ان ايه، ان البيانات اتوسطنت. ده مش كده بس، ده احنا ممكن احنا نبدا نشوف لو ضغطنا كليك يمين في الهواء كده، هنا كليك يمين هنلاقي في حاجه اسمها بروبرتيز، بيديني الخصائص بتاعه الفورم. في فوق كذا حاجه، انا يهمني في الاول الفورمات. في هنا الكابشن اللي هو اسم اللي بيظهر فوق اسمه جوفرن انفو فورم. هنشوف كده مكتوب هنا جوفرن انفو فورم. طيب هنرجع تاني، لا احنا عايزين نغير في البروبرتيز، هنخلي دي هنسميها بيانات المحافظات. تعال نشوف كده، جاب بيانات المحافظات. نرجع تاني للديزاين. هيجي يسألني ديفولت فيو، هل احنا عايزينها سنجل فورم ولا كونتينوس فورم ولا داتا شيت؟ تعال نشوف كده مع بعض واحدة. لو قلنا له سنجل فورم هيجيب لي ريكورد يعني ده كده الريكورد الاول، وفي تحت هنا كده الريكورد التاني التالت الرابع الخامس. طيب ده نوع. النوع التاني اللي هو يكون كونتينوس فورم، ان هو يجيبهم لي كلهم ورا بعض، وبرضه لو دوست هنا الاول التاني ينزلني بس كلهم ظاهرين قدامي. النوع التالت اللي هو داتا شيت، ان هو يجيبهم لي كلهم في ورك شيت زي اللي قدامنا ده. طيب لو رجعنا احنا نختار، هنخليها كونتينوس فورم، يجي هنا يقول لي فيو الاود، هل انت عايز تشوف فورم ولا داتا شيت ولا بوث الاثنين؟ يعني ينفع كده ينفع كده، يعني لو جينا ضغطنا هنا كده هل يقول لي انت عايز تشوف الفورم فيو ولا داتا شيت فيو؟ طيب خلاص الاثنين محتاجينها. في السكرول بارز، هل احنا عايزين نعمل سكرول بارز؟ يعني ايه؟ يعني احنا لو جينا هنا شفنا الفورم دي كده ووسطناها وبدانا نصغر فيها كده، هنلاقي صغرناها قوي
محسوسه معانا هنا. ناخد بالنا ان في سكرول بار ظهر راسي اهو، صغرنا كمان مش كان مسافه افقيه صغيره، فهيظهر لنا برضو سكرول بار افقي. فهل انت عايز ان يظهر لك سكرول بار افقي وراسي، ولا افقي بس ولا راسي بس؟ وده موجود هنا اهو سكرول بارز. هل انت عايز هوريزونتال ولا فيرتيكال ولا نايزر؟ مش عايز ولا واحد فيهم ولا بوت؟ لا سيب بوت عشان يظهر لنا اللي هو عايزه. في الريكورد سيلكتور، لو بصينا هنا كده هنلاقي في علامه في الجنب كده بتبين مكان الريكورد ما هو واقف. ممكن واحد يقول لا انا مش عايز ده، يقوم يجي هنا في الريكورد سيلكتور ويخليها نو. نيجي نشوف كده لغى حكايه الايه الريكورد سيلكتور. لو ضغطنا برضو كليك يمين نجيب البروبرتيز، هنلاقي في حاجه اسمها نافيجيتور نافيجيشن بوتوم. النافيجيشن بوتوم ده لو احنا بصينا هنا كده هنلاقي في هنا ايه، جبنا 1 2 3، وده كان بيفيدنا قوي لو هي سنجل فورم. طيب انا لو جيت انا هنا قلت له في البروبرتيز، قلت له لا انا مش عايز النافيجيشن بوتوم ده خالص، هنشوف كده هنلاقي مفيش حاجه هنا بتنقلني ما بين الريكوردز الا ان انا اتنقل بينهم بالاسهم او بالماوس. نرجع تاني للبروبرتيز، هنخلي النافيجيشن بوتوم بيس ماشي. ديفايدنج لاين اوتو ريسايز اوتو سنتر بوردر ستايل. بوردر ستايل دي برضه نقعد عندها شويه. في انواع كتيره من الحدود بتاعه الفورم، يعني لو بصينا هنا كده على الفورم اللي احنا طلعناها هنلاقي انها ممكن ايه تكبر وتصغر، وممكن ماكسيموم ومينيموم. لكن لو بصينا هنا هنلاقي في عنده انواع اخرى، في غير السايزبل، في الديالوج. مفيش هنا علامه التكبير والتصغير، ومفيش ان انا اكبر واصغر الفورم، مش سايزبل، يعني ما هياش متاح لي ان انا اغير المقاسات بتاعتها. في عندنا فين بقى رقيقه شويه، واضح ان هي ايه رقيقه خالص، ومش هتمكنني ان انا ايه اتنقل بينهم. لكن في زرار بتاع الماكسيموم والمينيموم والكلوز. وفي عندنا بقى اللي هي نان، مفيش بقى بوردر خالص، ان تلاقي الفورم سايحه طبعا ده محدش بيقوس. فاحنا في الغالب بنختار اللي هي في البوردر ستايل، بنختار اللي هي السايز. في الكنترول بوكس اللي هو فوق اللي فيه علامة الماكسيموم والمينيموم، يعني لو سيبنا يس هنلاقي علامة الماكسيموم والمينيموم ظاهرة. لكن لو جينا دخلنا على البروبرتس مرة تانية وخلينا الكنترول بوكس نو، هنلاقي الجزء الفوقاني اللي هنا ده مش موجود اللي كان فيه الماكسيموم والمينيموم والكلوز. لو رجعنا تاني على الضيع، احنا بس دلوقتي بنتعرف على بعض الخصائص البسيطة اللي موجودة في الفورم، وطبعا دي مطابقة تماما للي موجودة في الفيجوال بيزك، اللي عنده فكرة عن الفيجوال بيزك. كنترول بوكس ممكن نخليها يس. هنلاقي فينا الماكسيموم والمينيموم بوتومز، هل انت عايز الماكسيموم والمينيموم ولا مش عايزهم؟ الكلوز بوتوم عايزه ولا مش عايزه؟ بسيطة جدا. في هنا بقى الويت عرض الفورم، وبنقدر نتحكم في الابعاد بتاعت الفورم بسهوله جدا. يبقى احنا كده عملنا فورم بحيث يتم فيها ادخال اسماء المدن. هنقفلها يبقى احنا كده عندنا فورم واحده اسمها جوفرن انفو. طب تعالوا نعمل فورم ثانيه لادخال بيانات المدن. هنخليها برضه في الويزرد. هنودي كله وهنيجي هنقول له نيكست، والتيبلر برضه نيكست ستاندر. هنسميها بيانات اللي هو اسم الفورم اللي هو التايتل بيظهر فوق، يعني بيانات المدن. فينش. الراجل طلع له هو اسم رقم المدينه، اسم المدينه رقم المحافظه. واضح من الجدول ده، وخدنا بالنا لو حبينا ندخل مدينه جديده ولتكن مثلا مدينة التل الكبير، مدينة التل الكبير هي تبع محافظة الإسماعيلية. هل بقى لازم علشان أعرف رقم المحافظة إن أنا أروح فاتح التيبل بتاع بيانات المحافظات وأعرفها؟ طبعا دي حاجة مش كويسة.
احنا فاكرين انه كانت في الغالب المجموعة خمسة وقلنا في الغالب. طيب هل مفيش طريقة ان انا اتخلص من هذه المشكلة؟ الحل بسيط، هنخش في الديزاين فيو، هنوسع ده شوية، نلاحظ ان في فوق الفورم هيدر دي الحاجات اللي بتظهر فوق، وممكن يكون في عندي فورم فوتر لو انا عايز اظهر حاجات تحت، ودي الاديتير اللي هي بتتكرر كل مرة. لو انا جيت هنا دوست على الايقونة بتاعت التول بوكس هتظهر لي حاجات تول بوكس كتيرة. في هنا حاجة اسمها كومبو بوكس، تعالوا نشوف ايه كومبو بوكس ده. ان انا هعمل كومبو بوكس زي بتاع الفونت، زي ناخد بالنا زي بتاع الفونت، زي ما تيجي هنا تختار اسم الفونت تهامة ولا تايمز نيو رومان ولا اي حاجة، هنا برضو نفس الكلام هتيجي تختار اسم المحافظة من التول بوكس ده. تعال نشوف مع بعض. بيقول هل احنا عايزين نجيب نبص على القيم اللي موجودة في الكومبو بوكس من تيبل او كويري نيكست. ايه هو التيبل اللي عايزينه يظهر في الكومبو بوكس؟ هو الجفرن انفو. طب عايزين نظهر ايه؟ عايزين نظهر الجفرن نيم. اللي هي الشرقية والقاهرة واسكندرية واسماعيلية، هي دي. الفاليو بقى هنخزنها فين؟ الفاليو اللي عايزين نخزنها بنخزنها في الجفرن اي دي. يعني هنا الشرقية والغربية دي مش الفاليو، دي التكست، دي الكتابة، لكن الفاليو اللي انا عايز اخزنها هي الجفرن اي دي. هنسميه كومبو 6 مش مشكلة. نيجي نقف هنا كده ونقفل ده. تعالوا نشوف مع بعض كده الفيو بتاعت الفورم دي. ناخد بالنا بقى، قال لي هنا واحد، طبعا هو واضح ان انا عشان حاطط تحتيها، فقال لي واحد زي طبعا محافظة واحد الشرقية، في حين المنصورة اربعة الدقهلية. طب ممكن نعمل حاجة بسيطة ان احنا نوسع شوية ونجيب الكومبو ده نطلعه فوق كده جنب، نقفل. تعالوا نتفرج كده، واحد زي طبعا محافظة واحد الشرقية، نفس قصة الفراغ ده. ليه؟ لان انا هنا مش قافل، يعني هو بيكرر المسافة دي بما فيها الفراغ الموجود تحت. لو طلعت وقفلت كده وجيت اشوف هلاقي ادي واحد زي الشرقية، طبعا دي تديني التل الكبير. عايز اقول ان التل الكبير طبعا اصحاب اسكندرية، ادوس كده يبقى هو الواحد وعمل لي ده بكام؟ بتلاتة. اجي ادوس اقول له محافظة الاسماعيلية يبقى هو الواحد وخلي لي ده بكام؟ بخمسة. ممكن طبعا ابدا اكتب اي مدن تانية لو انا عايز اكتبها مثلا في ابو صوير. انا مش هاجي اختار، مش هكتب الرقم المحافظ، انا على طول اختار من هنا الايه اسماعيليه، وهو الراجل هيعدل لي الرقم اللي هنا. واضح طبعا ان انا بالطريقه دي ابقى قدرت ان انا اوفر وقت ومجهود. ممكن الكومبو بوكس ان انا اعمله طبعا انا دلوقتي كده مش محتاج الى رقم المحافظه، فانا ممكن امسح رقم المحافظه ديليت، والتايتل اللي فوق ده مش هسميه رقم المحافظه بقى، نسميه اسم المحافظة، وهنجيب جفرن تحتيه ونقفل مع بعض. ممكن طبعا الفونت اللي فوق زي ما عرفنا قبل كده ان احنا نديله فونت اريال مثلا، ونخليه 11 بولت ونوسطنه. تعال نشوف كده المنظر، رقم المدينة، اسم المدينة، اسم المحافظة. بعد كده عملنا جدولين، جدول للجفرن انفو وجدول لبيانات المدن. عايزين نيجي دلوقتي هنا نعمل فورم كمان لادخال بيانات الاشخاص اللي هي الكريت بيرسون انفو. برضه خلينا في الويذر نودي كله، وتيبلر برضو زي ما احنا. هنسمي الفورم او التايتل بتاعها هنسميه بيانات الاشخاص،
يبقى كده احنا عملنا فورم فيها اسم الشخص ورقم الشخص واسمه وعمله وعنوانه ورقم المدينة. ورقم المدينة طبعا ده بالنسبة لنا بيمثل لنا مشكلة، لان احنا زي ما قلنا ما بنحبش تعامل مع ارقام، لان مش عاود احفظ ارقام المدينة. تعالوا مع بعض نغير في تصميم الفورم اللي معانا دي. هنيجي نضغط ده شوية عشان يبقى كلهم في نفس المستوى. طبعا هو وسعه لان البيرسون نيم في الديزاين بتاع التيبل لو نفتكر كنا مديله عدد احرف كتيرة، فهو سيب له مكان. احنا دلوقتي عايزين زي ما قلنا ان احنا نستبدل، عايزين نستبدل الرقم المدينة باسم المدينة. تعالوا نعملها الاول كده بسهولة. انا في عندي حلين، في عندي حل ان انا انزل كومبو بوكس واعمله باللي انا عملته كده هنشوفه مع بعض، وفي حل تاني هنقوله مع بعض برضو ان شاء الله. هنيجي نيكس. احنا عايزين الكومبو بوكس ده ياخد بياناته منين؟ من السيتي انفو. عايزين نودي مين؟ السيتي نيم. زي بيس ايه بقى هنحفظ القيم فين؟ في السيتي اي دي نيكست فينيش. يبقى هو كده الراجل حط لي كومبو بوكس. طبعا حطيت لي هنا التكست بتاعها، ممكن نمسحه جديد ونقرب وتعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل. راح جاء ايه لواحد عاطف عراقي مدرس كلية الهندسة، ورقم دي ده اللي هنمسحه دلوقتي بس بنتأكد الاول زي وفلان ده في المنصورة. طبعا ممكن اغير ده فلان اخليه القاهرة، يبقى هو غير الرقم الايه المدينة. لا اخلي المنصورة تاني، يبقى هو لوحده بيغير رقم المدينة او اسم المدينة. لما انا بغير اسم المدينة هو بيغير لي رقم المدينة التابع ليها. في بقى ممكن اعمل الكلام ده بايدي شوية، يعني واحد هنا عايز يظهر التيبل، يعني يظهر في الكومبو هنا اسم المدينة واسم المحافظة تحسبا ان يكون في مدينتين في محافظتين مختلفتين بنفس الاسم. فهنعمل ايه؟ هنجيب كومبو هنا كده ونقوله كنسل. هنشتغل بالبروبرتس، هندوس هنا كليك يمين ونخش على البروبرتس. نركز مع بعض في البروبرتس. هنلاقي في عندنا هنا حاجة اسمها داتا. الكنترول سورس القيمة اللي انا عايز اجيبها عايز اخزنها في مين؟ في السيتي اي دي. طيب الريسورس، طيب انا عايز اخد من تيبل او من كويري ولا من فيوريست؟ فيوريست دي لو انا عايز اخد من 3 4 قيم وبكتبهم، لا انا عايز اخد من كويري تيبل او كويري. طب الريسورس بتاعنا هل هو تيبل موجود؟ لا انا عايز اعمل كويري. نشوف بقى كويري هيكون في ايه. الكويري انا هنزل فيه التيبل بتاع السيتي انفو والجوفرن انفو. هنزل السيت اي دي لان ده اللي انا عايزه يسمع او ده اللي عايز تنزل قيمته في الحفل المقابل له في التيبل بتاعنا. وهنزل السيتي نيم والجوفر نيم. يبقى كده عملنا كويري منزلين فيه رقم المدينه ده في العمود الاول واسم المدينه في العمود الثاني واسم المحافظه في العمود الثالث. هنخرج ونحفظ وندوس انتر. يجي هنا الباوند كولوم. الباوند كولوم هو انهي عمود من اللي هنا هيتخزن في الفيلد اللي هنا العمود الاول. نوضحها تاني، يعني انا لو كنت دخلت هنا وجبت العمود ده التاني بقى السيتي اي دي ده اللي هو موجود في التيبل سيتي انفو اللي انا عايز اخزنه في السيتي اي دي اللي موجود في البيرسون انفو يبقى هيبقى العمود التاني. يبقى لما اروح هناك كده يبقى لازم هنا اكتب له ده العمود الهون تاني. يبقى الباوند كولوم هو انهي عمود من الكوير اللي انا اخترته ده هو اللي هيصب قيمته في اس كنترول سورس. كده انا شبه خلصت الكوير بتاعنا. لسه بس في حاجه بسيطه جدا. هنخش على الفورمات. نلاحظ الاول نشوف بس الويدث بتاع التيبل او الكومبو اللي معانا 2.895. نخليها 3.2 لان انا دلوقتي عايز اظهر 2 تيبل 2 كولوم،
يعني هنا لو نفتكر انا كنت عايز اظهر العمود الاول والعمود اللي هو التالت، والتالي ده هو اللي بياخد قيمته عشان يسمحها في السيتي اي دي. يبقى احنا اللي هيحصل هنيجي في فورمات وهبيسالني هنا على الكولومن ويدثز، ويدثز هاجي اقول له ان اول عمود عايزه 1.6 سنتي واللي بعده 0 اللي هو بيمثل الرقم اللي طب خليها نعملها 0.5 و 1.1. تعالوا نشوف كده، هنوسع دي برضو شوية، ناخد ده نحطه هناك عشان يجون في نفس الصف. تعالوا نشوف مع بعض كده، واحد كذا كذا. لو جينا نختار من هاي المدينة لقين هم ظهر لي بالبيز فقوس ابو صغير. طب تعالوا نخش كده على الديزاين مرة تانية، نيجي نرجع مرة تانية دي الكومبوكس عشان نشوف حاجة مهمة، ان هو ظهر لنا عمود الاولاني بس. هنا في قائمة فورمات في حاجة اسمها كولومن كاونت، يعني يعد كم عمود. هنقول له عدلنا ثلاث عمدان، ثلاث عمدان. تعالوا مع بعض نشوف كده. بالبيس 2 الشرقي، واضح ان هي ايه في جزء من التالت. طبعا مش عايز الرقم في حاجة، انا عايز ايه، انا عايز مبيظهرش الرقم. يبقى هرجع تاني في البروبرتيز في الويدثز وهخلي العمود التالي اللي هو بيسمع بزيرو، خلي دي 1.6 زي ما كانت. واضح ان هو هنا ظهرت حكاية اظهار المدينة والمحافظة، ادي المنصورة جنبها الدقهلية، بحيث ان انا بقدر اختار اللي انا عايزه. طبعا احنا دلوقتي مش محتاجين العمودين دول، فممكن احنا نيجي نخش هنمسح نقف عليهم وديليت وديليت ونجيب العمود ده كده. وطبعا ممكن نختار كل اللي تحت. طبعا واضح ان هنا ده الفورم هيدر، ده اللي يظهر فوق في العنوان، وده الديتيلز، وهنا في الفورم فوتر اللي هو بيظهر تحت، بس احنا مش محتاجينه دلوقتي، يمكن هنرجعه ان شاء الله كمان شويه. هنختار كل التكست بوكس اللي موجوده هنا، وهنبدا نديها التوب بتاعها بزيرو بحيث يبقى كلها فوق، وهندي الهايت بتاعها كلها 0.5 بحيث يبقى مظبوطين، ونقفل من تحت ونقفل برضه من ناحيه الشمال. هنكبر شويه، وبدل دي ما هي رقم المدينة هنخليها اسم المدينة، وممكن ناخد دول كلهم كده نخليهم بولد ونوسطنهم ونحفظ ونشوف. هنلاقي منظر الفورم افضل بكتير جدا من اللي فاتت. ان شاء الله هنقفل، ويبقى احنا كده عملنا الفورم بتاع بيانات الاشخاص. هنيجي دلوقتي نعمل فورم اخرى اللي هي انواع الهواتف. فهنيجي نقول له نيو في ديزاين فيو برضو، ماشي، اللي هي كانت بيرسون تايب انفو، ونخش على الفورم ويذر زي ما تعودنا على الكلام اللي فات. هنودي كله نيكست وتيبولر وستاندر، وهنسميها نسيبها بالاسم ده، وفي الاخر ممكن طبعا نغير تسمية الفورمز مفيش مشكلة، وتسمية التايتلز اللي فوق. وطبعا هو هنا جابلي رقم نوع الهاتف ونوع الهاتف، طبعا دي مش هنعوزها شوية، هنظبط احنا كل الكلام ده بعدين ان شاء الله. نيجي بقى على الفورم الاخيرة، ودي اللي تهمنا قوي، اللي هي بيت القصيد بتاعنا، اللي هي الفورم بتاعت الفون انفو اللي هي ارقام التليفونات. هنخش برضو نعملها بنفس الطريقة اللي فاتت، تيبولر
هو هنا جاب لي مسلسل الهاتف، رقم الشخص، نوع رقم، نوع الهاتف، رقم الهاتف. واضح ان الكلام ده مش هينفعني قوي. ليه؟ لان اول حاجه ان انا مش عايز ادخل اسم رقم الشخص ولا عايز ادخل رقم نوع الهاتف. فلاحسن ان انا هجيب ده كده شويه، ممكن نصغر برضو السايز بتاعه زي ما شفنا كان كبير شويه. وهنيجي نحط اتنين كومبو، هنيجي نحط اتنين كومبو، كومبو عشان رقم نوع الهاتف زي ما قلنا هناخده من فون تايب انفو، وهنظهر بس النيم، وهنخزن التايب اي دي. مظبوط كده، هنخزن في الفون تايب اي دي. نمسح الكتابه اللي هي ناحيه اليمين، يبقى احنا كده الفون تايب اي دي ده ما عادش له لازمه. وهنعمل كومبو تاني برضو عشان نختار منه اسم الشخص، هناخده من بيرسون انفو، هنودي بس اسم الشخص مش هيعمل اي حاجه تانيه. والفيلد اللي هنعوز ان احنا نخزن القيمه فيه اللي هي البيرسون اي دي، طبعا زي ما قلنا نمسح القديم وهنمسح الكتابة اللي هي بتاعت التكست بوكس، ونبدأ نظبط الحقول بتاعتنا بحيث تبقى فوق بعضها. طبعا الاسم هنعوز ان احنا نوسعه شوية لان الاسماء بتكون ممكن تكون كبيرة شوية. وهنغير الكتابات اللي فوق. طبعا مسلسل الهاتف ده يعني مش هيفيد او اليوزر، فممكن احنا نمسحه، ده كده رقم كودي كده يعني سيريال للتليفونات، فممكن احنا نمسحه لان مش هيعوزنا قوي. هنبدا نختار الكولومز دين، الفيلد دين، التكست بوكس والكومبو بوكس، وهنبدا نديله بروبرتيز، نديله التوب بتاعنا بزيرو والهايد بتاعنا بنص، وهنقفل من تحت. وهنغير الكتابات اللي فوق، بدل دي ما هي رقم نوع الهاتف هنخليها نوع الهاتف، وبدل دي ما هي رقم الشخص هنخليها اسم الشخص. وهبدا اختار اللي فوق واديهم بولد واوسطنهم، وطبعا هختارهم كلهم واجيبهم ناحيه اليمين واقفل الفورم من ناحيه اليمين عشان تبقى كلها جايه في ناحيه واحده. نيجي نبص كده، هنا جايب لي اسم الشخص، نوع الهاتف، رقم. ممكن انا اجي هنا اروح دايس عطف عراقي مثلا محمول موبينيل 012 وادخل الرقم اي رقم موجود، ويبقى انا كده دخلت رقم الهاتف ده. طبعا ممكن واحد، ودي حاجه معروفه، ان انا اجي هنا ابدا اشوف ادخل بيانات اخرى. واضح هنا في برضه مشكله ان انا لما بدوس انتر بيمشي لي، بيجيب الرقم الهاتف الاول وبعدين رقم نوع، وبعدين نوع الهاتف، ده اسم شخص، وده تبع ترتيب اللي انا حطيت بيه البوكسز دي. طب لو انا عايز نعدل الترتيب ده، بسيطه جدا، في لو دخلنا في البروبرتيز هنلاقي في عندنا هنا، كنا شويه كان في الفورمات، هنلاقي في هنا في الاذر في حاجه اسمها تاب اندكس، تاب اندكس، فنيجي نقول ان ده رقم زيرو عند اول واحد نقف عليه، وده هنخليه رقم واحد، وده هنلاقيه بقى رقم اتنين لو حفظنا كده وشفنا، لان لو ندوس انتر بيمشي لي تبع الترتيب اللي انا قلت له عليه، انا قلت له ده الاول ثم ده ثم ده، فبيمشي على نفس الترتيب، بنحفظ هذه الفورم. وكده يبقى احنا عملنا الفورمز بتاعتنا ان شاء الله كلها. ممكن دلوقتي نغير، نظبط شويه، هنظبط، هنضيف كلمه فورم في اخر كل فورم، وبنات اشخاص زين هنعيد تسميتها الى البيرسون انفو برضو فورم، وبيانات المدن تبقى سيتي انفو برضو فورم. احنا كلمه فورم في الاخر بس عشان نميز ما بينها وما بين التيبلز بتاعتها. هنا لما يجي المستخدم يشغل الملف، هل هيبدا يختار فورم وهو مش عارف اصلا الفورمز دي بتعمل ايه؟
المفروض ان انا بعمل فورم تعتبر كانها واجهه للبرنامج بتاعنا. فده اللي هنعمله دلوقتي، هنخش في الديزاين فيو مش تبع اي تيبل. ده هي الفورم كده. الفورم دي هنحط فيها شويه بوتونز. طبعا هو بيديني خيارات ان انا لو عايز اعمل ادي شكل ليها او اكتب كتابات عليها، يعني حسب ما انا ايه عايز. ممكن ادوس كنسل مش عايز حاجة. هاجي هنا لو بصينا في البروبرتيز بتاعتها هنلاقي في عندنا هنا في الفورمات بتاعتنا في الكابشن اللي هو كوماند زيرو. لا احنا هنخلي دي ادخال اسماء المحافظات. وطبعا ممكن بقى نغير الفونت بتاعها نخليه افضل شوية بدل ما هو تهامة. ممكن نخليه اريال. والفونت نخليه 14. والويت ممكن نخليه بولد بحيث يبقى واضح، او مش لازم بولد نخليها سيمي بولد، او نخليها نورمال او ميديم. كده يبقى انا ظبطت الكتابة اللي عليه. الكوماند ده المفروض ان انا لما ادوس عليه يفتح لي شاشة ادخال المحافظة. نفس الكلام هنعوز زراير زيها بالظبط. ممكن ناخدها عن طريق كوبي بيست. هنعوز نعمل زراير لكل حاجة فوق الشاشة احنا عملناها، هنعمل لها زراير عشان ندخلها فيها. يبقى احنا دخلنا هندخل اسماء المحافظات وادخال اسماء المدن واضافة نوع هاتف جديد. وهنا بقى هنلاقي في عندنا ادخال ارقام الهواتف. وبرضه هنحشر زرار جديد اللي هو خروج. الزرار اللي احنا عملناه دي زرار كويسة وظريفة، لكن مشكلة ان هي حتى الان ما بتشتغلش تعمل اي حاجة. يعني احنا لو جينا شغلنا الفورم دي كده هنلاقي جايب لي ادخال اسماء طافت، بس مفيش اي حاجة بتحصل. يبقى لازم ان انا ابدأ اكتب كود لكل زرار من دول بحيث ان انا اقول له يعمل ايه لوحده. لو جينا هنا على ادخال اسماء المحافظات ودوسنا على بروبرتيز بتاعتها، ودي فاكرينها طبعا. طبعا ممكن احنا ناخد دول كلهم الاول ونظبط الليفت بتاعهم ببوينت 5 او بوينت 4 وبحيث يبقوا كلهم نفس الحزة بتاعتنا. هنبدا نمسك اول واحد اللي هو ادخال اسماء المحافظات، وهنيجي على الايفنت بتاعه الحدث. هل احنا عايزين يحصل حاجة لما ندوس انتر عليه، ولا نسيبه، ولا ياخد الانتباه او يفقد الانتباه، او ندوس عليه كليك. احنا عايزين لما ندوس عليه كليك يحصل حاجة. ايه بقى اللي عايزين لما يدوس كليك؟ نفتكر ان احنا كان عندنا اسماء الفورم بتاعت اسماء المحافظات كان اسمها govern info form. فاحنا هندوس هنا هيفتح لي شاشة كود ابدا اكتب فيها الكود اللي انا عايزه. ملحوظ بس مهمة ان احنا في الكود بتاع الاكسس لازم بنكتب له في الاول دو كوماند نفذ امر،
بعدين نيجي ندوس دوت يبدا يفتح لي الاوامر بتاعته اللي هو ممكن يعملها لي. انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اوبن فورم، فممكن اقول له اوبن اهي اوبن فورم، وهو كمان بيسلسل لي يقول لي الفورم نيم اسمها ايه، هقول له اسمها جوفرن انفو فورم. ممكن اكتفي بذلك، نيجي نجرب كده ونشوف. نقفل ده الكود ونحفظ الفورم دين، هنسميها مين فورم. تعالوا نشغلها كده ونشوف. طبعا هو مش عايز الحجم الكبير ده، فممكن ارجع تاني والحته اللي احنا فاكرينها في الفورمز ان في عندنا الايه السايزر بتاعتنا، نقول له لا احنا عايزينها ديالوج بوكس. لو قلنا له ادخال اسماء المحافظات، اداني قال الاكشن اور ميثود ريكوير ا فورم نيم ارجمنت، عايز اسم الفورم نيم بين دبل كوتيشن، راح فاتح لي الشاشه بتاعت بيانات المحافظات. يبقى انا ناخد بالنا اول ما ندوس هنا ادخال اسماء المحافظات راح فاتح لي شاشه ادخال المحافظات واروح قافلها. طبعا هنيجي برضو هنا نحاول ان احنا نظبط بعض الحاجات. من الحاجات اللي احنا عايزين نظبطها لو جينا نبص ان هو بيطلع لي شاشه كبيره، لا انا عايز اصغرها شويه، فهاجي من هنا كده اصغر بحيث تبقى على قد الفورم بتاعتنا، وهنا برضو من تحت هنيجي نشوف هنلاقي كده افضل. بس نلاحظ ان هو في سيلكتور شغال، وده قلناه عليه قبل كده اللي هو من هنا زي ما فاكرين اللي هو ريكورد سيلكتور، طبعا هخليه نو. والنافيجيشن طبعا نو لان مفيش عندنا نافيجيشن اصلا. دي شاشه ظريفه، وممكن اضيقها من تحت شويه عشان ما تظهرليش، نحفظها برضه محتاجه في ضيق كمان شويه. لا برضه ضيقناها قوي بس سنه برضه كمان عشان ما يطلعليش، او نسيبها كده ونقول له انه مش عايزين اشرطه سكرول بار. يعني احنا لو شفنا هنا كان في سكرول بار راسي، احنا هنيجي هنا لو نفتكر الحته دي كان في عندنا هنا سكرول بارز، هنقول له نو نايذر، مش عايزين لا سكرول بار افقي ولا راسي، خصوصا ان احنا مش هنقدر نعدل. يبقى احنا هنا عملنا فورم. نيجي نقول له ادخال اسماء المحافظات، راح جايب لي هنا ان انا ابدا ادخل اسماء المحافظات اللي انا عايزها. خلصت اقفل وكده يبقى انا عملت دخله لاسماء المحافظات. ابدا اكمل ظبط بقيه الازرار، عايز بس اوضح نقطه مهمه اللي هي ان احنا بندوس هنا ادخال اسماء المحافظات بيجيب لنا دخل اسماء المحافظات، لكن المشكله ان لو دوست ورا كده هيبدا يرجعني برنامج، وممكن ادوس ادخال اسماء المحافظات تاني او اي حاجه تانية، فممكن الاقي شاشات كتيره بدات تتفتح عندي. طب انا عايز ان لما اكون فاتح الشاشه دي ما فيش شاشه تانية، ما ينفعش ارجع الشاشه دي الا لما اقفل الشاشه بتاعت بيانات اسماء المحافظات. دي هنعملها بسهوله، ان احنا لو جينا الفورم بتاع جفرن انفو فورم ديزاين بروبرتيز، هنلاقي في حاجه اسمها اذر، وفي عندنا بروبرتي اسمها مودل. مودل دي معناها محدش ما ينفعش نفقدها وهي ظاهره، يعني ما ينفعش انك انت تسيبها وتروح تقف على فورم تانية وهي ظهر. لو عملناها يس، تعال نشوف كده ونحفظ. لو جينا دلوقتي شغلنا وقلنا له ادخال اسماء المحافظات، جاب لي نفس الشاشه. لو انا حبيت ادوس ورا ما يمكننيش. ليه؟ لان ده مودل، لان ده مودل. ممكن نقفل، مش هيرجع لي ورا الا اذا ايه قفلت الموديل دي. ممكن تيجي بطريقين، بالطريق اللي انا عملته ودي طريق سهل وكويس، لكن المشكله ان انا كده ثبت البروبرتي دي للفورم اللي انا عايزها. يعني ثبت الفورم، يعني لو جينا دلوقتي شغلنا ده كده ممكن انا اضغط هنا الاقي ان الفورم دي ايه؟ برضو الفورم بتاعتنا الرئيسيه
اختفت، فدي طبعا حاجة ايه مش كويسة. طبعا عايز الفورم بتاعتنا برضو تبقى موديل كده، يبقى في عندي كذا فورم موديل. تعالي نشوف مع بعض الكلام ده. هنيجي نخش على الديزاين وهنيجي على الفورم دي ونقول ان هي برضو ايه موديل. دي احد الطرق. في طريقة تانية يمكن دي نعوزها في البرامج الكبيرة شوية، فتعال نقول نجرب دي نشوف كيف اتظبطت. هنا اجي ادوس صورة هنا ما يرضاش، اجي ادوس ادخال اسماء المحافظات يجيب الاسماء المحافظات. طب هل ممكن انا اختارها ارجع ورا؟ لا مش ممكن الا اذا قفلت يرجعني ورا للشاشة التانية. في طريقة تانية في الكود ممكن تتكتب، بس دي عايزة تدوير شوية، ان انا ممكن اكتب البروبرتيز. يعني اللي انا بعمله دلوقتي في البروبرتيز ان انا بغير من موديل الى كذا، ده كده انا بغيره في الديزاين وبدلناها قيمة ثابتة. يعني انا دلوقتي دخلت في ده وقلت له هنا ان الموديل يس، يبقى دي خلاص ثبتت ما بتتغيرش. لكن افرض ان انا شغال في البرنامج عايز اغير فيها في حالات معينة، فببدأ اعمل بسيطة جدا، ببدأ اكتب الكود. عشان اكتب الكود ان انا هاجي هنا بعد ما ادوس على الزرار ده في البروبرتيز في الايفنت بتاعتنا كنا بنكتب له ان هو افتح لنا الفورم وخلاص. لا، انا ممكن كمان الغي في الجبر، الغي حكاية الموديل دي خالص، اخليها نوب. انا خليتها نوب، فمفترض ان انا دلوقتي لما اجي اشغل، هنقفل ده، لما اجي اشغل البرنامج بتاعنا واجي ادوس اسماء ادخال محافظات ممكن ان انا ارجع ورا. ممكن انا ايه ارجع ورا ليه؟ لان دلوقتي ده مش موديل، بس انا ممكن اخليه موديل في الديزاين. ازاي؟ ان انا بعد ما دوست وقلت له، بعد ما دوست على الزرار بتاع ادخال اسماء المحافظات، ممكن انا كمان اقول له ان افتح الفورم كذا، وافتح واقول له كمان ان خلي الفورم دي موديل. ازاي؟ هنتعلم الاول بسيطة جدا نشوف مع بعض. لو احنا جينا نشوف، لو عندنا بنفتح كويري، اي كويري كلوز، مش عايزين ريليتيبل، لو ضغطنا كليك يمين في اي حتة هنلاقي في حاجة هنا اسمها بيلد، ودي حاجة مهمة ان هو بيبني لي الكود اللي انا مش قادر ابنيه. لو دخلنا على البيلد دي هنلاقي في عندنا هنا احنا عايزين نخلي الفورم، لود الفورم ولا اول فورمز، اول فورمز، الجفر، الجفر انفو فورم، عايزين الموديل بتاعها. ننزل هنا هنلاقي ان ايه موديل موجوده وتم ترتيبين ابجدي. يبقى جاب لي هنا فورمز علامه تعجب، بعدين جفرن انفو دوت موديل. هناخد كوبي من هذا الكلام، كنترول انسيرت كانسل، انا مش عايز حاجه، انا كنت بس فتح الفورم عشان اخد الكلمه دي. وهاجي هنا واقول له يبقى هنا بعد ما فتحت الفورم بقول له اعتبر ان الموديل بتاعها بيساوي، حتى هو جاب لي ترو ولا فورس، اقول له ترو. يبقى تعال نشوف كده الكلام ده، هنحفظ، نفتح الفورم الرئيسية بتاعتنا، هنقول له ادخال اسماء المحافظات. هل وانا فاتح اسماء المحافظات ينفع ادوس هنا؟ لا ما ينفعش، لان انا قلت له ان هي موديل حسب الكود اللي انا كتبته. يبقى اتعلمنا من هنا ازاي ان احنا ممكن نعدل البروبرتي بتاعه الفورم او اي حاجه في الديزاين، بس دي بدنا على طول، او ان انا اعدلها في الكود بحيث ان انا كل شويه حسب الاحتياج اليها. نفس اللي احنا عملناه في الفورم في زرار بتاع ادخال اسماء المحافظات هنبدا نكرره مره اخرى لبقيه البوتنز، بقيه الازرار. هنيجي هنا على الايفنت وعلى الكليك، وهناخد كوبي من اللي فوق، بس احنا هنا عارفين ان دي بندخل فيها السيتي انفو فورم، هنستبدل بس الاسم الموجود، وهنا برضو هنستبدل الاسم الموجود، وهنرجع تاني برضو هنا زرار بتاع اضافة نوع جديد من الهواتف، برضو هناخد كوبي وبيست من اللي فوق، بس طبعا مش فاكرين اسم الفورم ايه، فنرجع هنا على الفورمز وناخد اسم الفورم اللي هي بتاعت، ندوس اف 2 يجيب لي ان انا اخد كوبي من اسم الفورم عشان ابدا اكتبها في الكود بتاعنا. وهاجي برضو
الزرار بتاعنا اللي هو بتاع ادخال ارقام الهواتف، واخد برضو كوبي وبيست، واجيب اسم الفورم اللي هي كانت فون تايب انفو، ترى احنا نسينا في المين فورم دي ان احنا نحط بيانات الاشخاص، هنوسعها شوية. وهننزل دول تحت، وهناخد كوبي وبيست من احد الزراير اللي عندنا، وهندخل دي تبقى ادخال اسماء الاشخاص. بحيث ان انا لما ادوس عليها برضو في الايميلت المفروض برضو هيفتح لي فورم اللي هي بتاعت بيرسون انفو. نجيب برضو اسمها من هنا F2 بيرسون انفو، يبقى كده ظبطت الشغل بتاعي. تعالوا نختبر الكلام ده، هنحفظ ونقفل ونحفظ الفورم دي. وافرض ان انا ضفت زرار جديد، المفروض ان انا كنت اوسع الفورم شوية. معي سنة بسيطة، بنيجي هنا بقى لو ناوي ادخل اسماء المحافظات يجيب لي اسماء المحافظات، ما اقدرش ارجع ورا. نقفل. يجيب ادخال اسماء المدن يجيب لي اسماء المدن، ما اقدرش ارجع ورا. يجيب لي ادخال اسماء الاشخاص يجيب لي ادخال الاشخاص، وبرضه ما اقدرش ارجع ورا. اضافه نوع هاتف جديد برضه يجيب لي اضافه انواع الهواتف، ما اقدرش ارجع ورا. ادخال اسماء ارقام الهواتف برضه نفس القصه، بيجيب لي وانا ارجع ورا. طبعا عايز اخرج اكزيت، ده اللي لازم نكتب له كود مختلف عن الكودز اللي فاتت كلها. نيجي هنا ندوس على خروج، البطن بتاعك خروج، ونقول في البروبرتيز في الايفنت عايزين على الكليك، هنقول له دو كوماند دوت كويت، بحيث ان هو كده معناه ان هو يخرج من البرنامج بتاعنا. وفي اكزيت في اوامر كتير جدا ممكن تطلعنا من البرنامج. تعالوا نشوف مع بعض نحفظ الكلام ده.